في مشاركة الهيئة العليا لاتصال السمع البصري في هذا المعرض هناك الثابت وهناك المبتكر. الثابت وهو طبعا دعم منظومة الحقوق في وطننا من خلال عمل الهيئة العليا لاتصال السمع البصري فيما يخص ضمان حرية الاتصال السمعي البصري، وفي نفس الوقت ضمان من خلال التقنين حق المواطن المغربي في مضامين إعلامية لها جودة ولها تماهي واحترام لمبادئ حقوق الإنسان وللمثل الديمقراطية. المبتكر هو أننا نعيش الآن في فضاء عمومي إعلامي جديد، لأن كان هناك تحول رقمي لهذه المنظومة التواصلية. وفي هذا الإطار تعمل الهيئة العليا لاتصال السمع البصري على دعم الدراية الإعلامية حتى يتمكن المواطن المغربي المرتاد لفضاء الإنترنت من أن تكون له اليقظة الفكرية، الفكر النقدي والدراية الإعلامية، مما يؤهله للاستفادة من كل هذه الفرص الجميلة التي حملها الفضاء الرقمي فيما يخص طبعا حرية التعبير واللجوء إلى المعرفة واللجوء إلى المعلومة. وفي نفس الوقت نحتاج لهذه الدراية الإعلامية حتى يتمكن المواطن المغربي من حماية نفسه ومجتمعه من المضامين التي لا تحترم هذه الحقوق الإنسانية، المضامين التي فيها تضليل، فيها تشدد، فيها وصم، فيها خطاب الكراهية وفيها خطاب العنف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.